ازاي، وده سؤالي الاخير، ازاي فعلا بيتم تاهيل المستشفيات والمراكز الصحيه لكي تكون بتطبق هذه المعايير المعتمده دوليا؟ تماما. المساله طبعا بتبدا بعمليه رفع الكفاءه، وده بتركز على المبنى، بتركز على البنية الأساسية، بتركز على التكنولوجيا المستخدمة من الأجهزة الطبية، بتركز على الميكنة وإمكانية دخول الإلكترونيك ميديكال ريكوردز، السجلات الإلكترونية إلى وكل ده المرحلة الأولى، وهي مرحلة البناء والتجهيز بنيجي إلى مرحلة الإعداد الكوادر البشرية. الكوادر البشرية مهمة جدا، وده تحدي كبير احنا بيواجهنا في مصر، توفير الأطباء والتمريض وجميع الكوادر وتدريبهم للعمل طبقا لهذه المعايير طول الوقت. فالإعداد الكوادر البشرية مكمل تماما لعملية البناء الأساسي ثم تأتي النظم. أنا بعمل نظام الكل لازم يتبعه، وجزء كبير جدا من هذا النظام مش بس نظام التقديم الخدمة أو الخدمات اللي هي المساندة، لا ده كمان الخدمة الإكلينيكية نفسها اللي هي الطب نفسه والخدمة الطبية من التشخيص والعلاج، لازم أيضا تقدم من خلال بروتوكولات ومن خلال أدلة عمل معترف بها وطنيا. وأصبحت المعايير بتتطلب أن كل طبيب وكل بروسيدير وكل عمل جراحي وكل عمل تشخيصي يتم طبقا لهذه البروتوكولات وهذه المعايير. الجمعية الطبية المصرية الحقيقة بكل فروعها في جميع فروع الطب بتقوم بمبادرة عظيمة جدا جدا حاليا، وهي وضع المعايير الإكلينيكية الوطنية ووضع هذه الأدلة اللي كل أطباء مصر مفروض أن هم يتبنوها لكي نعمل من خلالها أيضا في نظام الحوكمة الإكلينيكية التي وضعتها المعايير وفرضتها المعايير. ممتاز.